There we go. نعمل سيف الثاني. السيف اللي هو سيف ستيت. طيب وش ثاني بنلعب؟ ما اعرف لو العب ار بي جي ولا لا. خليني العب ستار فوكس. انا ما عمري لعبته الاول واحد. طبعا وقت ما نزل ستار فوكس كان لسه 3 دي ما كان مطور وما سووها لسه. فزي ما انتم شايفين اللعبه اول من اوائل العاب البوليجون اللي هو فيها 3 دي اللي احنا نعرفها اليوم. استخدم البوليجون ستايل. فشيء زي كده عند السوبر نينتندو مستحيل كان المفروض مستحيل. بس المخترعين ونينتندو عشان سوت الشيب اللي قلت لكم عليه الاف اكس قدروا يطلعوا شيء زي كده بالكواليتي ده. طبعا الحين تلاقيه مره بسيط وايش هذا عباره عن مربعات بس ايش العبط ده. بس زمان الناس كانوا مره يعني ايش ده اوه تجننوا عليه. انا ماني عاشق ستار فوكس كمسلسل. لاول واحد العبه اظن 64 ستار فوكس 64. يعني ماني مره ما احب ستار فوكس مره. الشخصيات لذيذه. حتى حاولت العب ستار فوكس زيرو ما على الويو ما انبسطت كثير صراحه. ما كل ما العب ستار فوكس ما ادخل مزاج ما ادخل الجو. طيب خلينا نشوف التحكم. رول بوست ال ار. طبعا الكلاسيك فويس اكتنج اللي موجود على 64 كان دو بارل رول بس ما هي موجوده هنا. القنبله بريك طخطخه تشينج فيو سيلكت اب داون. طيب خلينا على اول واحد صح. بريك بي بي واي طخطخ. طيب والبوم الاي لو انا شفت نفسي مأزم خلاص. لا ندخل على طول بدل تريننج وكده. اوف 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 ايش ده. في ثلاثة طرق. طبعا هذه ميزة في اللعبة انه ايام زمان ما كان في اختيارات كثيرة من بداية اللعبة. دحين ممكن تختار فين انت بتروح. خلينا نروح اظن 1 هو السهل. Let's try one. خلينا نشوف ايش الهرجة. انا كمان بخلص شوية عشان اقدر العب ستار فوكس 2. ستار اوكي فوت القصة. هو واحد اندروس بطال ولازم ستار فوكس وفريقه يروح يقتلوه بس هو ده اللي عارفه. سمعين الفويس اكتنج برضه مو عادة السوبر نينتندو يكون في فويس اكتنج. فطبعا احنا كل اللي شايفينه هي عبارة عن مربعات والفريم ريت شوية واطي. بس ده زمان كان الناس انفجروا لايك بوم ايش ده. اوكي اوكي طيب التحكم شوية صعب. هذا اظن صاحبي انا قاعد اضرب فيه زي الاهبل. وكمان الاب والداون معكوس اكره لما يكون كده. يعني عارف لما تضغط تحت يطلع فوق لما تضغط فوق يطلع تحت. والله ما في راسي. التحكم شويه كونفيوزنج بس ابى اخلص اول مرحله على الاقل. من جد انا شايف زي ما انتم شايفين عباره عن مربعات. طبعا زمان ده كان شيء جنون بس بالنسبه لي it did not age well. يعني مره سيء. انا افضل صراحه اشوف شيء ب 2 دي زي ماري وورلد يوشيز ايلاند دونكي كونغ حتى. يعني حلو اوكي يعني ممكن يتهضم بس يعني ده معلش يعني صعبه شويه. الحالة صعبة. ايش اكس يسوي؟ يطير اسرع. طيب وعندي قنابل. هذا معاي ولا ضدي؟ اظن ضدي. ضربته. ليش في مباني حمراء ومباني زرقاء؟ هل هو المفروض في فرق بينهم يعني ولا؟ الفريم ريت يا اخي تحسه مرة سيء. يا عمي ايش بيحصل؟ اي انا حموت في اول مرحله.
انا بس بضرب صراحة، ماني عارف اذا بسوي صح ولا غلط. انقصته؟ اوكي، ما اعرف كيف انقصته بس انقصته. كويس، رجع الشيلد حقي، كنت حموت موتة غبية. هذا معايا، انا محوش جرامبلي بس عشان لما يجي وقت الوحش اكيد ححتاجه. هو الوحش يا عمي، عارف يعني اقول حاسس بلعب لعبة قديمة. لما العب العاب تانية زي ماريو وورلد مثلا، لو اللي لعبته دوكي كونغ كونتري يوشيز ايلاند، ماني حاسس بلعب اللعبة قديمة فاهم، بس ده حاسس نفسي بلعب شيء يعني من العصر الحجري. طيب لازم اضرب الاحمر اوبفيسلي. الموسيقى حلوه ذو، the music's nice, I like the music. الميوزك حماسي شويه. المشكله ماني عارف لو انا بضرب فيه ولا لا، ما هو باين، ما بيبان. بيبان انا لما انضرب، بس ما بيبان لما هو ينضرب. ما في انديكيتر كده شيء احمر يعني بيولع انه هو انضرب يعني، ولا بس بالبركه انا ماشي. خليني احط قنبله. اوكي والله القنبله فجرته اظن. كويس اوكي دوينج ويل. اي اي اوف كنت حموت، كويس اني قتلته قبل ما اموت. والله مو سهله اللعبه. شوف الانفجارات كلها 2D سبرايتس، بس الطيارات كلها 3D المفروض. طبعا ستار فوكس اخذ من ستار وورز وستار تريك، بس حاطين حيوانات بدال يعني. شوف زي ما انتم شايفين فوكس وفالكو كلهم حيوانات، هم عباره عن Oh, not bad. 88 والله توقعت كنت أسوأ من كده. كيف تاخذ 100 من 100 طيب؟ طيب ابى اشوف لو خليني اكمل مرحله ثانيه. ابى اشوف لو فتح الستار فوكس 2 ولا لا. لو فتح خليني على الماشي يعني اشوف ايش هرجته. يا whatever. ليش تغير الفيو؟ سلكت يغير. انترستنج. طب كده احسن ولا ايه؟ جوا كوكبيك ولا لا؟ والله ماني داري. مربعات كثيرة. انا تشعترت ودخت كمان. بس في وحوش لاحظتها من ستار فوكس زيرو حاطينها هنا كمان. فا اي فين مين 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 بيضربك؟ انقصته بالكفتة. خليني ادخل لجوا اضرب احسن هنا. هو احسن الضرب هنا بس السواقة اصعب. ضرب في كل الاسترويدز. عشان ما اخبط فيهم. في شيء هناك. اخذه. ما اخذته. واسفاه. هذا زعلان عشان انا اخذت وحش حقه. مساعد بعض، نحن في نفس الفريق يا عبيط انت. اي من جد فعلا مربعات. عبارة عن مربعات تضرب مربعات. لازم يكون عندك شوية خيال انه تحس انه هذه طيارة وهذولا كمبيوترات طيارات تانية طيارات عصر الحديث. كويس الشيط حقت ملا ممتاز.
حتى اعتقد انه اللعبه الفريم ريت حقتها ابطا في السوبر نينتندو، لما تحطها في محاكي زي الجهاز ذا نينتندو كلاسيك ميني يكون اسرع شويه. نطلع برا نشوف ايش بيحصل، ماشي صح ولا غلط ولا ايش بيحصل معايا. اتذكر اني قريت انه في سر في المراحل الاسترويد هذه، لو ضربت قنبل على واحده من الاحجار الكبيره تخش مرحله سريه. I don't know if it's true ولا لا. الوحش. انا ما عندي غير قنبله واحده. اوكي. هو هنا. خذ ضرب القنبل عليه. اظن ضيعت قنبلتي. واو واو واو. الفوق والتحت بيلخبط شوية. انا عندي من جد نفسي يكون، ما اعرف لو في كنترول انه الفوق فوق والتحت تحت. ما احب التحكم ده. حلو، بدأ يسرع شوية. حلو، كم باقي له الهبل ده؟ اي شو الهبل ده؟ كيف طب كيف كنت بديت اعدي منه؟ اظن لو خسرت لو كنت خسرت كنت حطفي اللعبة كده كده اصلا حطفيها. مش اتس فن صراحة فور شورت بيرست، لو تبغى بس شيء طخطخة وما تفكر كثير اوكي وتلعب ستار فوكس. بس اللعبة بالنسبة لي did not age well at all. كم اخذت؟ والله مو بطال، I'm doing well صراحة. توقعت اني اخذ اسوء من كذا. اخذت فرصة. بس في نفس الوقت يعني شيء impressive انه هم قدروا يطلعوا شيء زي كذا في 95 قبل ما تنزل العاب 3D جرافيكس. ايش ده؟ دوب نزل شيء. لاحظتوا الشيء ده؟ زي نجمة ولا حاجة زي كذا. That was weird. اوكي خليني اطفي اللعبة. فتح ستار فوكس 2 ولا لا؟ اي فتح. احس ستار فوكس 2 فين راح؟ ابى ارجع عشان ما اضيع السيف علي. ايوه واي. ما اظن حلعب ستار فوكس 2 دحين عشان احس نفس اللعبه. نلعب ميجا مان اكس لازم. انا لعبت في قناتي بالانجليزي بس ابى العبها بالعربي صراحه. هذه من الالعاب برضو اللي نفسي اعمل لها تختيم. انا زي ما انتم عارفين انا من عشاق مسلسل ميجا مان وكابكوم ايام زمان. هو دحين صراحه ما صاروا ما العابهم ما هي حلوه زي زمان، بس العابهم زمان كل شوي كابكوم تنزل شيء تنزل شيء. سوبر نينتندو بلاي ستيشن 1 طاع 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 لعبه لعبه ورا لعبه ورا لعبه ورا لعبه ورا لعبه. ميجا مان اكس، خليني احكي لكم قصه ميجا مان اكس. انا كيف اكتشفت اللعبه؟ طبعا انا كنت عاشق ميجا مان من ايام النينتندو القديم. كان عمري 7-8 سنين لما لعبت ميجا مان 2 وميجا مان 4. هذول الاثنين اللي انا يعني الوحيدين اللي لعبتها من الست العاب القديمه. وبعدين لعبت اول ميجا مان، ميجا مان 1 عند ابن عمي في مصر. اتذكر لغايه دحين لما انا الوحيد اللي انا عرفت انه ممكن ميجا مان لما تقتل واحد تغير الويبن حقه. هذا كلاسيك ميجا مان انه انت تقتله وتاخذ سلاحه. هم كانوا بيلعبوا بدون ما يعرفوا انه ممكن تغير السلاح لما تضغط لعبه ستارت او منيو. ف ميجا مان اكس اكتشفته مع اكتشاف السوبر نينتندو. كان وقتها في جده العاب الشهيره او بيت الكمبيوتر كان في التحليه جنب، ما كان دانوب وقتها، كان سيف واي.
وبالصدفة أنا أهلي بنتمشى في سيف واي اكتشفت ألعاب الشهيرة وبيت الكمبيوتر. أتذكر وقتها وأنا شفت ميجا مان إكس on display مع جهاز السوبر نينتندو. ما كنت عارف إن في جهاز سوبر نينتندو جديد، عارف أنا عازف نينتندو بس، فهذا المطور منه. فميجا مان إكس كان شغال. فأتذكر اشترينا سوبر ماريو وورلد مع الجهاز، زلينا على أهلي لغاية ما جبناه أنا وأخويا. وميجا مان إكس من أول الألعاب اللي أنا شفتها on display وهي بتتلعب. بالنسبة لي ميجا مان إكس كان نطة كبيرة في كل شيء. طبعا الميوزك هو واحد من الأشياء، لازم أزن على الموسيقى. الموسيقى دي تايتل برضو من أحلى التايتلز بالنسبة لي، عشان تحس كده روك بس ما بيست يعني أصوات الجيتار طالعة في الساونتراك حق ميجا مان إكس بطريقة مرة حلوة، very very catchy. فميجا مان إكس كانت نطة فرق السماء والأرض بين ما الميجا مانز القديمة نينتندو وسوبر نينتندو. تحس كده مو بس في الجرافيكس، في طريقة اللعب وفي القصة. طبعا انتم ما ركزتوا وانا بتكلم في قصة ميجا مان إكس. بيسكلي انه مخترع ميجا مان الاصلي دكتور لايت قبل ما يموت كان شغال على يلا ببدأ على ميجا مان الجديد، وخلاه as much as possible زي human، انه يفكر زي الانسان ما يفكر زي الروبوت. بس هو كان خايف في نفس الوقت، فايش سوى؟ حبسه في كونتينمنت او في كابسول، ويقعد الكابسول يقراه لمده يمكن 100 سنه ولا 200 سنه ويتاكد انه ميجا مان ما هو خطر للبشر. فطبعا واحد اسمه دكتور كين يكتشف بعد 100 سنه ولا 1000 سنه ما اعرف كم بالضبط، يكتشف هذا الميجا مان اكس ده محبوس في كبسوله. وميجا مان متذكر شويه من دكتور لايت وكيف هو اخترع، بس ما هو متذكر كثير. فاول ما يطلع هو يحصل نطه في التكنولوجي بطريقه غير طبيعيه. ميجا مان يقعد هو هيومن، يقعد قصدي بتفكير البشر، بس في نفس الوقت يعملوا اشياء، او دكتور كين هذا يعمل روبوتات شبه ميجا مان بنفس تفكيره هو. بس for some reason ما تشرح انه في روبوتات تطلع عليها ديفكت، فهم صح يكونوا زي الهيومن بس يكونوا بطالين اكتر، تفكيرهم تفكير بطار. واحد منهم اللي هو الوحش الاساسي في اللعبه اللي هو سيجما. وبس هذا قصه ميجا مان اكس. حتشوفوا بعدين في شخصيه زيرو كمان ليه دور كبير في لعبه او قصه او اللور حق ميجا مان اكس. طيب هذا من اوائل الالعاب او المناطق في الالعاب اللي هي تشرح لك اللعبه بدون ما انت بدون ما يقول لك هي اضغط فوق اضغط تحت اضغط يمين، فاهم؟ شوف انت ضربت الوحش وقتلته ونزلت تحت. طيب ميجا مان القديم عباره عن نط وطخ، طيب ما تعرف لو في شيء ثاني ولا لا. فانت ايش حتسوي؟ حتقعد تنطنط هنا وتنزل تحت وتنطط في الحيطه، وبعدين تلاقي تقدر تكشف انه هذا بيتزحلق في الحيطه، اقدر انط اكثر. اوكي شايف الديزاين حق اللعبه تعلمك بدون ما تقول لك نط كده ورا بعض زي العاب دحين كله يعلموك كل شيء كانك تعويض. بس هنا شوف يعني بدون ما اي حاجه، ما في اي شيء، لعبه ما اول مرحله توتوريال، وانت حتضطر تروح يمين، وبعدين حتكتشف شوي يقدر ينط على الحيطه، فتقدر تنط شوي عشان تطلع من هناك. وبعدين تشوف شيء ثاني كمان، انه في اشياء هنا تحت، فممكن الفكره كلها انك انت تشوف الاشياء دي وتنزل من هنا. تعليم teach a new game without throwing tutorials غبية. هاي طبعا ميجا مان إكس لما تضغط واي تجمع اللي هو الضربة قوية حقته. الموسيقى رهيبة زي ما قلت لكم، كأنكم تسمعوا كده شيء روك جيتارز، بس بدون ما تكون يعني كيف اشرحها، يعني هي صح ما هي رياليستيك بس تحس ان هي جيتار خلاص. من جد ايش حيكون تاني غير كده؟ ما نشوف هذا تصعب شوية، نبدأ الكراكس تنزل، هذا تسرع، في شوية سلو داون لو حصلتوا في اللعبة، بس كتير ألعاب السوبر نينتندو كده. بالنسبة لي برضو ميجا مان إكس 2 و 3 رائعين صراحة. أنا طبعا إكس 1 إكس 1 اللي هو ده عندي ميموريز كتيرة معاها،
بس في نفس الوقت اكس 2 اكس 3 حسنوا كثير، مو بس من ناحيه الجرافيكس، من ناحيه اللعب كمان والاسلحه اللي انت تاخذها والاسرار. انت ممكن تركب على السيارات دي لو تبغى. وهذه كل المراحل، كل المرحله دي مرحله عباره عن توتوريال بس تعلمك اللعبه. فتحس انه اكس عباره عن ميجا مان بس كول، عارف، دارك جريتي، ما هو كرتوني، جدي شويه، القصه جديه، الشخصيات جديه. شوف ممكن تركب على السياره. اي there we go. دحين شوف هيطلع الوحشة، واحد من الوحوش الأساسية في اللعبة، هذا اسمه فايل. هو في اللعبة هذه هو تحت سيجما، بس اللعبة الريميك حقت ميجا مان اكس يعتبر هو لحاله. طبعا الروبوتات البطالة يسموهم مافريكس، انه هم في فيروس معين يدقهم ويضربهم، ف يحصل خطأ في البروجرامينج، فيبدأ يفكروا بطريقة بطارة إن هم يعني هم أحسن من البشر، فلازم يقتلوا كل البشر ونحن أقوى ونحن أحسن، فما يهمنا البشر. بس ميجا مان إكس مع إنه هو روبوت عنده تفكير بشري، وهو يبى العكس، هو يبى يساعد البشر. فطبعاً هنا كل شيء يقول لك إنه هو يبين لك إنه إكس ضعيف، ويطلع صاحبه اللي هو زيرو القوي. هذا زيرو كنت احسبه بنت وانا صغير، بس هو اصلا ولد بس شعره مره طويل بزياده يعني. طبعا لما تلعب العاب اكس اكتر تبدا تكتشف زيرو بدا من فين وايش اصوله. زيرو اتس فيري فاني انه كيف زيرو برضو يكتشف بنفس الطريقه اللي يكتشف فيه اكس، يكون في كبسوله محبوسه ما نعرف ايش. بس تبدا تعرف بعدين انا لازم احرقها شويه، انه دكتور وايلي اللي هو البطل الأساسي في ألعاب ميجا مان القديمة اللي هو ضد دكتور لايت، دكتور وايلي هو اللي اخترع زيرو. فزيرو أول ما يطلعوه من الكبسولة حقته بعد 1000 سنة يبدأ يقتل. بس سيجما وقتها كان كويس، سيجما يتضارب مع زيرو ويضرب زيرو في المحل الأزرق اللي انتوا شايفينه، تشيب حقه اللي هو الهيبيتر تشيب. فأول ما يضربه الفيروس اللي حطه وايلي في زيرو اللي هو المافريك فيروس، بدون ما يعرف يروح يطلع من زيرو يروح لسيجما، عشان كده السيجما يكون بطال وزيرو يقلب كويس، خلاص يعمل يحصله ريبروغرام او ريفورمات. بس هتلاقوا في العاب بعدين انه زيرو لسه يكون في ستراجلز، يتذكر انه هو دكتور وايلي يكون مخترعه، ويبدا يستوعب انه هو بطال، فيبدا يشك في نفسه انه انا المفروض اكون بطال، فانا لازم اقتل اكس وكذا وزي كده. ففي نايس ستوري في مسلسل ميجا مان اكس بشكل عام. طيب هنا دخلنا على كلاسيك ميجا مان، عندكم 8 وحوش، هم 8 4 6 8 ايوه 8 وحوش، كل واحد له نقطه ضعف للثاني، فمفروض لو قتلت هذا يكون نقطه ضعف الثاني. يعني مثلا لو الثلج هذا نقطه ضعف النار على سبيل المثال. في شيء زياده يحطوه في ميجا مان اكس انه مو بس نقاط ضعف، المراحل لما تهزم مراحل معينه تاثر على مراحل ثانيه. لو هزمت التلج مثلا ده، مرحلة النار كله يكون متلج. فهذه ميزة رائعة في لعبة ميجا مان اكس 1، وما حطوها للأسف في العاب ميجا مان اكس 2 3 و 4، ما رجعت الفيتشر دي مرة ثانية، ما اعرف ليه. كان شيء مرة حلو. ليش؟ عشان ترجع للمراحل مرتين ثلاثة عشان تكتشف كل الأسرار بعد التغيرات. طبعا تشيل بينجوين من أوائل الناس اللي أحب أبدأ فيهم عشان الوحش سهل، والنقاط الضعف تكون احسن لما يعني تحس كذا الترتيب يكون اريح لك لما تبدا. وانا حتلاقوا شيء ثاني كمان ما ححرق لكم، هي وانا حنلاقي حتشوفوا ايش ليش تبدا المفروض بوحش تشيل بينجوين. زي ما سمعين الميوزك از فيري 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 كاتشي، يعني سوبر نينتندو صراحه في العاب كثيره ليها ميوزك فيري سبيشال بالنسبه لي، ويا اخي ما انساها يا اخي. واحده من الالعاب دي ميجا مان اكس. الدرام اللي سمح في البراك جراوند، تحس اللي عمل الموسيقى عنده في راسه بعمل روك، انا نفسي العب جيتار واعمل روك. كمان ميجا مان اكس بالنسبه لي ما هو بصعوبة ميجا مانز اللي هي القديمة على نينتندو،
ميجا مان القديمة كلها صعبة، اكس اسهل شوية، فالاكسسبيليتي حقتها يعني ممكن واحد ما لعب ميجا مان لعبة قبل كده يلعب اكس على طول وما ما يستصعبها يعني، فاهم؟ طب هذه الاشياء اللي كنت بقول لكم ما احرق لكم هي، وعشان كده لازم تبداوا بتشيل بينجوين. شوف يطلع دكتور لايت هذا مخترعه بيكلمه عبر ال يعني هو سجل نفسه المفروض لاكس عشان يشوف المسج ده so you've come. طبعا الـ التسجيل ده برضو يعتبر شويه سيلف اوير، يعني مو بس سجل نفسه، في AI في ذكاء للتسجيل، فممكن هتلاقي اكس بعدين يبدا يتكلم مع التسجيل ده والتسجيل يبدا يرد عليه في الالعاب الجايه، ما اظن الالعاب دي كثير. فاي جيف يو ذا ابيليتي تو تشوز يور اون باث ان لايف، بيقول له انت اديت حريه الاختيار. I hope the world will allow you to choose a peaceful one. But now it seems that you are destined to fight. شوف التسجيل يعرف انه في شيء بيحصل. Because I thought that the world might need to do champion. I have hidden capsules like this one. If you find and use them, you will be able to increase your powers beyond anything the world has ever known. Step into the capsule and retrieve the acceleration system to boost your speed. بيقول انا خبيت اشياء زي دي عشان تقويك. هو الغريب انه طيب المفروض المنطقة دي منطقة جديدة تشيلد مرحلة تشينغ بينوين يعني ما تسوت ايام زمان وما هو مستخبي، فكيف قدر لايت يخبي الشيء ده هنا؟ غريب يعني ماني عارف يعني اللوجيك شوية عجيب. هذه من ميزات ميجا مان اكس الجديدة سلايد الزحلقة، تضغط مرتين في ال او تضغط اظن في زر ايه زر اي او مرة او يمين يمين عشان تتزحلق. طبعا هذه كومباينت مع النط عشان تنط اعلى من العادة، فهذه فكرة اكس كلها وميزتها عن العاب ميجا مان القديمة. العاب ميجا مان القديمة كانت بس عبارة عن نط وطخطخة، هذا في زحلقة، وحتلاقوا في العاب اكس الثانية اللي هو اكس 2 اكس 3 في حيكون في سلايد على فوق، فاللعب يكون مرة سريع وفي شوية فن في اللعب. روبوت داخل دائما كنت احسه رهيب كده، تحس نفسك يا اخي انت قوي عارف بالروبوت ده. في ريميك لميجا مان اكس على البي اس بي اسمه مافريك هانتر اكس، اختلافات عديدة بينه وبين اكس، واحدة منها كانت القصة، كان في سينمائيات وفويس اكتنج في مافريك هانتر. والله انصح اللي عاشق ميجا مان وميجا مان اكس يلعب الريميك عشان مرة حلو، السينمائيات مرة حلوة، الفويس اكتنج از فيري فيري نايس وبروفيشنال، والاختلافات حلوة بينه وبين اللعبة الاصلية. واحدة من الأشياء اللي أنا متذكرها إنه زي ما أنتوا شايفين لما تروح مرحلة تيكويندن ما تقدروا أنتوا تسكيب اللي هي الزحلقة، لازم تاخدوا الباور ده غصبا عنك. بس في الريميك you can skip it if you want عشان هم يغيروا مناطق مواقع الباورز. طبعا ميجا مان برضو تكتها في البوسز، كل بوس وكل وحش لي باترن لازم تحفظه، هو هيعمل حركة بعدين أنا شكلي حموت متغبية لازم تحفظ الباترن حقه، هو حينط كده وحينط يمين، فلازم تعرفه فين رايح تهرب منه وتضربه. شايف أول ما يعمل تكة دي يعني حيتزحلق، تنط عليه عشان ما تنضرب. خلاص قتلته يا ولد، كنت حموت. فلازم الفكرة كلها انك انت تحفظ الباترن حق الوحش عشان تهزمه، زي العاب ميجا مان قديمة، بس اكس في ضربات اكتر واشياء اكتر ممكن الوحوش يسووها. ميجا مان العاب قديمة ممكن عندك حركتين ثلاثة لكل وحش، الالعاب هذه لا، في اكتر يمكن 5-6 حركات لكل وحش، وبعدين يبدأوا يصعبوا لما اللايف حقهم يصغر ويصغر. باسورد مين، خلاص ما نحتاج الشيء ده. اتذكر كنت لازم اروح فين، هل لازم اروح النار هذا اظن، لا لازم اروح لده، اتذكر I remember انه لازم اروح لده، بس زي ما قلت لكم هو صح انا لازم اروح لده عشان نقطه ضعف وده، بس هذا اثر على مرحله ده فما اعرف اروح على مين اول. خلينا نروح على ده عشان نشوف اوريكم التاثير والفرق. طبعا
يلا نروح على ده، المفروض ما اروح له عشان ما هو نقطة ضعف، بس أبوريكم كيف تأثرت مرحلة. هو اسمه فليم مامث، فمرحلته كله نار. شوف دحين الفرق، شايف حتى الأرضية دحين شايفين في بداية المرحلة كله تلج. ليش؟ عشان أنا هزمت تشيل بينغوين، فأثرت كل على مراحل، أثرت على مرحلته بطريقة يعني تحس كل الفروق كلها. عارف هنا المفروض ما تمشي فيها، دحين يبديك تمشي فيها عشان صار كله تلج، فكده ممكن المرحلة تسهل شوية. في سر برضو في المرحلة دي بس ماني عارف فينه. أظن كان في شيء هنا ولا لا؟ I don't know، ماني داري لو فيه ولا لا، بس ما أقدر كده كده ما أقدر أوصل لها أصلا. هنا أظن هنا في هتلاقوا في سر. هنا لو ما كان عندي النار ما كان يمديني اوصل لها، لو قصدي لو كان في نار تحتي ما كان يمديني اوصل لها. بس شوف هذا القلب، شوف اللايف حقي كتر شويه. ففي كل مرحله في قلب لازم تاخده عشان يقوي لك اللايف حقك. كده انا مريت مرور الكرام على دوله، بس ما اعرف لو لازم، لو في سر انا ناسيه ولا حاجه والله ما اتذكر، بس خليني ارجع ورا واشوف. هذا كلاسيك انمي من العاب ميجا مان القديمه. اوكي في فرصه، جود جود دوينج ويل. بس اصبعك يبدا يوجعك مع اللي هو الضغط على قدام مرتين هذه. اوف اوف والله، عدي عدي خلاص، almost done. هذا مرة غلس، أكرهه يضرب هذا حقه، فلازم تنط فوق الشيء ده. هو أصلا حاطط شيلد على نفسه. أي حلو، بس ما عندي لايف كفاية. أقدر أهزمه؟ Let's see. والله عندي فرص كثيرة، هنحاول. بحاول أتذكر، ناسي نقطة ضعفه هذا مين، بس متأكد مو التلج. At least I'm pretty sure. ممكن أغير سلاحي كمان، شوف كيف لو ضغطت L. أي لا شوف ما هو نقطة ضعفه، بينقص فيه كويس بس ما هو نقطة ضعفه. أي not doing well. ماني عارف. شوف دحين حط أويل، ولو حط نار حيحرقني أو يحرق منطقة كبيرة من ال... عصب. أوف 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 أوف، والله عصب الأخ، لازم انتبه. اوكي باقي لي ضربة، يا والله كان باقي لي حبة واخسر على الحركرك جبته. لا اكس لغاية دحين من الالعاب الحلوة صراحة، يعني اي هايلي ريكومند اللي ما لعب اللعبة، وحتى اللي لعبتها زمان وصار لك فترة ما لعبتها، هذه من الالعاب اللي ترجع لها صراحة. يا خلنا سلاح جديد، فهمنا. طيب هزمنا ذا وذا، خلينا نروح، أنا ماني داري أروح لده أول ولا أبدأ أروح حسب فين المراحل اللي تأثرت من الثاني، والله ماني داري. أنا كده كده في مراحل لازم تزورها كم مرة عشان تقدر تاخذ كل شيء فيها، يعني مثلا تشيل بينجوين أنا لسه ما أخذت القلب اللي في المرحلة هذه. أروح لده. شوف في تكة ثانية، أظن لو ضغطت بي يوريك الستاتستكس حق كل وحش، كم وزنه كم الطول، يعني اتس نايس
nice interesting thing. هنا يوريك المرحلة وهنا يوريك الخريطة هم فين. فا very cool. نروح لده. اوكي هذا اخر واحد اظني في مجمع الاكس. وكده حيكون خلصنا الفيديو. اظني طولت اكتر من اللازم بس big video. يا اخي والله الموسيقى رهيبة. اوف رحت من ورا ما اعرف كيف. طيب ايش في؟ ما في شيء هنا. شكله هذه من المناطق اللي تتكسر. شوفها، شايف هناك ايش في؟ هذه من الاشياء اللي تتكسر، يعني لازم اخلص مرحلة ستورم ايجل عشان تتكسر، وبعدين ارجع هنا اخذ الشيء ده. فرصة حلو. Very nice. سمعت الدرم؟ يا اخي والله بقول لك اللي عمل الموسيقى للعبة مزاجي مزاجي يعني. حس طفولته ضاعت عشان ما كان في روك باند ولا شيء. فقلت خليني اعمل روك باند في لعبة فيديو جيم. والله كان حيضربني ضربة غبية. اي والله كنت حموت. That was close. لو كان مقلم القديم كنت مت صراحة. Oh no. هذا صعب. اي والله ما يموت ده الغبي. موت يا اهبل. والله قتلت ابوه. انا نسيت ان انا ممكن اقلب اسلحه بالال ار. فرصه ثانيه. والله حظي حلو انا. عاده ما يدوا فرص كثيره في العاب ميجا مان. خذ يا اهبل. خليته يفحط وقتلته. الله عديهم. فوت فوت. Very nice. سلحفة ها؟ حلو احتاج انا حياة من اول. شوف في شيء فوق. شوف هنا يعني المفروض ما يمديك تاخده دحين. لازم في سلاح معين اللي هو البومرينج اللي هي تروح وترجع تضربه على الحتة دي ويرجع لك القلب. بس في طريقة معينة يبغالك شوية فن انك تاخذها. انا ححاول اسويها. ولا تكة كده شايف؟ روحه جاية. حاول اخذها. I could do it. يا سلام يا سلام كيف الفن بس. المفروض ما يمديك تاخذها، بس انه اذا انت فنان زيي تاخذها بالطريقة الفنية دي. موت يا اهبل. اوف الظلام مرة ثانية. لازم انتبه. حطينا في اماكن يعني ابو الغلاسة، يعني ما يمديني احس فيه حيقتلوني. حلو. الوحش هذا نقطة ضعفه التلج. هذا ما حيديني يتحرك ورا حركة. الحين تشوفه. شوف انا لازم ارجع المرحلة دي مرة ثانية بعدين، بعد ما اهزم ستورم ايجل عشان اقدر اخذ الاشياء اللي فاتت علي. تعالي تعالي ما اخليه يتحرك ورا الحركه ان شاء الله. والله اتحرك يا حرام. اي اوف اوف هذا حيهزمني. ول 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 هزمني. استهونت فيه. استهونت فيه. قلت ما حيتحرك ولا حركة. اتحرك 500 حركة. احاول ثاني. هذه مرة ما حاولتكم انه ما حيتحرك ولا حركة. احاول.
يعني ما لمسني، تحرك شوية بس ما لمسني ولا لمسة. well, ممكن أقول لكم إني أنا فنان عشان ما لمسني ولا لمسة، بس لو تقول ما حكون فنان أقول لكم ما يمدي لمسني ولا لمسة بدون السلاح. أوكي okay. And we are done with Mega Man X. إن شاء الله يكون استمتعتوا وانبسطتوا بالفيديو. هذه لفة السوبر نينتندو كلاسيك، اللفة الأولى. لو تبوني أعمل لفة تانية على ألعاب تانية قولوا لي، أو لو تبوني أعمل تختيم أركز على لعبة واحدة كان بها. أنا عن نفسي نفسي عندي في بالي الـ RPG صراحة، بس ما أعرف لو أنتوا حيكونوا فيكم. زلدا زلدا ممكن عشان ما فيها قراية كتير. زلدا إن شاء الله يوم من الأيام حعمل لها تختيم من أول والآخر وخلص لكم هي على القناة. نفسي اخلص ماريو ار بي جي، نفسي العب فاينل فانتسي 3، بس يمكن اعمل البلاي ثروز هذه بالانجليزي عشان ماني عارف كيف ممكن العربي ينبسطوا بالليتس بلايز على ار بي جيز فيها قرايه كثير ولا لا. ممكن اعمل لفحه زي ما سويت لكم دحين، اسوي لفه ثانيه بالار بي جيز مثلا 5-4 العاب كده بفيديو واحد وبس. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. التعليقات تحت، احب اشوف تعليقات. تبوني احسن شيء في التعليق، تعليقي كويس. انا صح احب اتكلم كثير، احب ادردش كثير، ساعات ما بلاقي الكلام اللي انا بقوله عشاني مستعجل في الكلام، بس في نفس الوقت مستمتع صراحه، وان شاء الله كنتوا مستمتعتوا معايا. ومره ثانيه شكرا على المشاهده والمتابعه، ونراكم على خير. مع السلامه.